بالحب ونبض القلب وزهر الدرب هلا في ربيع الشعر ربيع الفكر ربيع العمر حمل بلا بالحب ونبض القلب وزهر الدرب هلا في ربيع الشعر ربيع الفكر ربيع العمر حمل صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية. اليوم الثاني من مهرجان الربيع بحماة عم نطلع عليكم. حماة أم الفداء وأبي الفداء وأم النواعير عم بتعيش أيام فرح بعد سنين من الانقطاع. فعاليات متنوعة وعديدة أكيد بمختلف المجالات رح نحاول نسلط الضوء عليها لنكون نحكي عن تاريخ وحضارة. قبل ما نبدأ بفقراتنا لليوم أكيد تحيتنا الأولى لأبطال الجيش العربي السوري أكيد بهالخير وهالمطر، الله ينصركم والله يبعث الخير. وأكيد بدي صبح على زميلتي زينب. يسعد صباحك يا زينب. يسعد صباحك سالي وصباح جميع مشاهدي صباحنا غير والإخبارية السورية. يوم جديد من حماة عم نطل فيه عليكم. طبعا جمعة مباركة لجميع عم نتمناها خلال تغطيتنا لمهرجان الربيع باليوم الثاني. حما مدينة لمسنا فيها كل الفرح، بهالمدينة النبض ما توقف ومن هون ولد الفرح والأمل. فقراتنا لليوم متنوعة مع ضيوف من محافظة حما، لكن قبل ما نبدأ بالفاصل بدنا نوجه تحية لأبطال الجيش العربي السوري، الله ينصركم ويحميكم يا شباب، نحن بفضلكم موجودين هون. بعد الفاصل رح نبدأ باقي فقراتنا. تعتبر محافظة حماة من المحافظات الغنية تاريخا وإرثا وحضارة. أكيد معلومات جديدة بتقرير زميلتنا متيلدا كربوش. هاي
هل تعلم أن مدينة حماة يعود تاريخها إلى 1005 قبل الميلاد؟ هل تعلم أن بحماة 16 ناعورة في المدينة وأشهرها ناعورة المحمدية؟ هل تعلم أن مدينة حماة تحتوي على أحد أهم المتاحف السورية التي أنشئ فيها المتحف في عام 1956 ومقره قصر أسعد باشا العظم الذي بني في عام 1740؟ هل تعلم أن مدينة حماة احتفلت بمهرجان الربيع في عام 1935؟ معلومات كتيرة منها الجديد ومنها المعروف للبعض، معلومات تانية منتعرف عليها بحلقات جديدة. أكيد سالي، مثل ما شايفين ورانا نواعير حماة، يمكن لما شفناها قلنا إنه كيف مصنوعة وكيف عم تدور وقديه قديمة وقديه ممكن إنه مثلا الضاين لسه ومين عم بيعملها صيانة. يعني المنظر كتير حلو ورانا. صحيح، منظر كتير حلو، وللناعورة طبيعة خاصة. صحيح. يعني كل اللي بيجي على حماة بده يروح يزور النواعير، وهي هي النواعير مثل ما عم نشوف. ونحن كلنا بنتساءل انه من شو مصنوعة النواعير وشو هي الأجزاء الصغيرة والكبيرة المصنوعة منها. كيف بدنا نعرف؟ بدنا نعرف بهالتقرير. لوحة فنية بكل تفاصيلها تعشق صوتها قبل أن ترى صورتها، محفورة في ذاكرة كل أبناء حما وكل من قصد زيارتها. يحكي الحرفي يحيى الضاضة لنا عن تاريخ نواعير حما. التاريخ الأول بيقول للقرن الثامن قبل الميلاد، للقرن الخامس قبل الميلاد، التاريخ الثاني بيقول للقرن الثالث قبل الميلاد، والتاريخ الثالث بيقول ل800 قبل الميلاد، والتاريخ الثالث اللي بيقول ان 800 قبل الميلاد هو التاريخ الموثق لوزاره السياحه ووزاره لوجود لوحه فسيفسائيه في مدينه افاميا مصوره فيها الناعوره بحذافيرها مثل ما هي موجوده، وهالشيء بياكد ان الناعوره اقدم من اللوحه الفسيفسائيه اللي لقوها. كل زمان في له عدد ورشات، يعني هلأ نحن لنا بزماننا ورشة واحدة هي ورشة النواعير بلدية حماة مستلمتها. أول قديماً كان في عدة ورشات، بنذكر منهم حاج علي السلق، بنذكر منهم حسن الملك، بنذكر يعني في كان معلمين له المصلحة. بأياد مبدعة وبكل حرفية ودقة تتم صناعة النواعير لتعمل كآلة لري البساتين منذ قدم الزمان. بعد منا بيجينا الاعتاب اللي عددهم 16 عتبه، 16 عتبه بيساوي عقده، الكل 16 عتبه وحده 2 3 4 5 6 7 8، ومن هذاك الجانب 8 العدد 16 بينجمعوا مع بعضهم بصير اسم عقده. بعد العقده بيجينا وشاحات الرئيسيه كمان عددهم 16، يسموا عيدان ويسموا شاحات رئيسيه. هدول الناعورة إن كانت صغيرة وإن كانت كبيرة عددهم 16. بعد منها بيجينا الوشاحات الثانوية، الوشاحات الثانوية الناعورة إذا كنا صغيرة بكلها 16 وشاح، الأكبر 20، الأكبر 24، 24 وفي زيادة 16 اللي قلنا عليهم الرئيسيات. شو صار عندنا؟ صار عندنا عدد الكبيرة 48، الأصغر 40، الأصغر 32، كلنا ناعورة حسب كبرة بيختلف الوشاحات الرئيسية، أما الوشاحات الوشاحات الثانوية، أما الوشاحات الرئيسية ما تختلف إن كانت صغيرة وإن كانت كبيرة العدد 16 وشاح. اسمع تعنين الناعورة وعنينا شغل بالي، هي عنينا عالمية وأنا أول شيء عندنا الجوز القلب والكفوتة من خشب الجوز حصرا هذولين. عندنا لازم يكونوا خشب جوز. عندنا الأعتاب اللي عددهم 16،
بنقدر بنحطهم من خشب الكينه، بنقدر بنحطهم من خشب التوت، بنقدر بنحطهم من خشب اكثر شيء خشب كينه او توت او جوز حسب المتوفى. لانه المناطق اللي قريبه على القلب او القريبه على القلب بتتطلب دق بالمهدات قاسي. اما المحلات اللي ما في عليها دق قاسي بنقدر بنحط خشب طريف، في خشب نوعيته قاسي وفي خشب نوعيته طري. هلا مثل السنوبر خشب نوعيته طري، بينما بنحطه لمحلات ما فيها دق بالمهده مزبوط. كمان كل ناعوره في لها 48 دائره، والاصغر 40 والاصغر 32 دائره، كمان تختلف بين ناعوره والثانيه. عمره عمر الزمان، وتكون محافظة حماة أم النواعير. مع انطلاق مهرجان الربيع أبي الفداء وأم النواعير، أكيد كان لمديرية الثقافة الدور الكبير في إحيائه من خلال العديد من الفعاليات يلي كانت ضمن هيدا المهرجان. أكيد الكلمة، الشعر، الثقافة، الموسيقى كان لها دور كبير بهيدا المهرجان. لنحكي أكثر عن هذا الدور معنا مدير الثقافة سامي طه. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم وأوقاتكم، وأنا أتشرف أن أكون مع هذه القناة التي نعتز ونفتخر بها كثيرا الإخبارية السورية. يسعد صباحك. صباح البرد اليوم والمطر بحما. خلينا نحكي شوي استاذ طه، يعني يمكن اليوم الثاني من مهرجان حما، كان في فعاليات ثقافيه اقتصاديه فنيه ايضا وتراثيه. خلينا نحكي بعد انقطاع 7 سنوات لمهرجان الربيع بمحافظه حما، كيف كان صدى عودته؟ بدايه هذه الاطلاله لمديريه الثقافه او للثقافه بشكل عام في مهرجان الربيع ستشهدها ايام المهرجان كافه. فمهرجان الربيع يحفل بعديد عدد كبير من الأنشطة كما ذكرت الأخت العزيزة، هناك تنوع في الأنشطة الثقافية، هناك المسرح أيضا حاضر، هناك الفرق الفنية التي استحضرناها لتشاركنا في هذا المهرجان الذي نعتز كثيرا به وتاريخ هذه المحافظة. مهرجان ربيع حما هذا هو الربيع، هذا هو ربيع سوريا، ربيع الفكر، ربيع التراث، ربيع الحضور، الأصالة، العمق التاريخي، الجمال. خاصة عرفنا هلا بتقرير كمان لزميلتنا ماتيلدا كربوج انه كان من 1935. تماما 1935، وانا اعتقد ان هذه المحافظة لم تحتفل بهذا المهرجان في عام 1935 فقط، انما هناك عمق تاريخي وامتداد كبير. حماة تاريخ معروفة بعشقها للفكر للتراث والكثير من الخامات الثقافية، عرفتها حماة وعرفها العالم من خلال هذه المحافظة التي تجسد نواة وقلب سوريا. نعم. النابض. طبعا مديرية الثقافة كما قلت حاضرة من خلال أنشطة متعددة ليس فقط في مدينة حما إنما أيضا في الريف، ففي كل مناطق حما هناك وجود لمديرية الثقافة، هناك فرق الكورال، هناك الغناء الشعبي، هناك فرق مسرحية. مثلا لدينا في سلمية فرقة سمرقند تابعة لمركز ثقافي سلمية ستقدم مسرحية في يوم البادية، وأنا أؤكد أنها ستكون مسرحية إن شاء الله موفقة جدا لأني حضرت البروفات وأعرف من سيقدم هذه المسرحية. طبعا نحن لمديرية ثقافة حما جناح في المهرجان مؤلف من 5 ستاندات طبعا، وهذا توجيه من وزارتنا، وزارة الثقافة التي تحرص على الحضور، لأن الدور للكلمة. طبعا الجيش العربي السوري الذي بسط الحرية وأعاد الحرية إلى كامل تراب سوريا، نحن نعتز بأن نكون رديف لهذا الجيش العربي السوري بالفكر، بالثقافة، بالكلمة الطيبة. والثقافة حاضرة، والإنسان العربي السوري هو إنسان مثقف على مر العصور. نعم. جناح مديرية الثقافة افتتحنا خلاله بالأمس معرض للكتاب، وكان لافتا هذا الإقبال الجميل وإقبال لافت، يعني كتبنا عنه على صفحات فيسبوك. نعم. إقبال منقطع النظير تماما. نعم. يعني والله كنا نحتاج لأكثر من 5 أو 6 موظفين ليقوموا
يعني التعامل الطيب مع الناس الذين أتوا ليشاهدوا هذا معرض الكتاب، وكان هناك إقبال وخصوصا على كتب الأطفال. طبعا نحن نبيع كتب الأطفال وكتب جميع بحسومات تصل إلى 60%. هناك أيضا معرض فن تشكيلي لمركز سهيل الأحدب الذي قدم لوحات جميلة، معرض للتصوير الضوئي، وهناك رسوم للوجه، رسوم بورتريه في الهواء الطلق. طبعا يقوم الفنان الذي يشارك معنا، مجموعة من الفنانين يقومون بأداء الرسومات على اللوحات مباشرة. نعم، يعني مهرجان الربيع بحماة له طابع خاص، ولكن بسبب الظروف انقطع 7 سنين ورجعتوا أحيتوا هلا أكيد مع انتصارات الجيش العربي السوري. كيف كانت التحضيرات وهل كان في حماس في استعداد لهذا الشيء؟ طبعا أنا أوجه الشكر لكل من يعني لكل من خطر في باله وأعاد القلق لهذا المهرجان وعمل لينطلق هذا المهرجان من جديد. حماة تواقة لهذا المهرجان لأنه يشكل دائما وأبدا احتفالية تنتظرها حماة وينتظرها شعب حماة من عام إلى عام آخر. أرادها من نظم هذا المهرجان ومن أعاد انطلاقته، وأنا لي الشرف أن أكون في اللجنة العليا لهذا المهرجان. أراد من نظم هذا المهرجان وأعاد الانطلاق إليه أن يكون رسالة إلى العالم، هذه هي سوريا، سوريا الفكر والحضارة. طبعا شعب حماة كما شاهدتم أكيد وتابعتم وتابع كل من يعني حضر أو رأى الافتتاحية العظيمة الجميلة جدا، ومن بعدها الإقبال الجماهيري الكبير، هذا يدل على أن الشعب العربي السوري تواق إلى الفكر، إلى الأصالة، إلى حضور هذه المهرجانات وما تعني هذه المهرجانات. كان هناك طبعا استعداد كبير، وكان هناك شجاعة كبيرة لدى كل من فكر وعمل لينطلق هذا المهرجان من جديد. طبعا ومع الالتفاتة إلى أمر أنه لم يكن من الصعب انطلاقته، لماذا؟ لأن الفكر حاضر، بمهرجان بغير مهرجان الفكر حاضر. نعم. الثقافة حاضرة، الحياة الطبيعية حاضرة في محافظة حماة. محافظة حماة تنعم بالأمان، بالخير، بالمحبة، بالفكر، بالثقافة. حاضرة هذه الأمور كلها، فما حصل أنها انتظمت في مهرجان الربيع وهذا ما أردنا. نعم، أدي عدد الفعاليات اللي أنتم شاركين فيها طبعا المهرجان؟ طبعا في فعاليات مهرجان الربيع هناك 19 فعالية لمديرية الثقافة فقط من أصل 48 فعالية. 19 فعالية لمديرية الثقافة موزعة على أيام المهرجان. هذا اليوم هناك لقاء فني لمطربين من حماة أيضا نعتز بهما، هما الفنان حنة توما والفنان زعيم تليتي، سيقدمان في خيمة الربيع حفل غنائي تراثي هذا اليوم. نعم، يعني يا أستاذ سامي مثل ما قلت الثقافة حاضرة، لهيك دائما المهرجان فما كان واجه كثير من الصعوبة. نعم. خلينا نحكي عن الفعاليات الثقافية، خلينا ندخل بتفاصيلها، خلينا نحكي مثلا عن الرسم البورتريه، أو خلينا نحكي عن الموسيقى والمسرح، على شو ركزت؟ يعني مثلا في مواضيع معينة تم التركيز عليها أو تم الاتفاق عليها قبل بدء المهرجان؟ طبعا ترك لنا حرية اختيار الأنشطة التي سنقدمها خلال هذا المهرجان، وبالتوافق طبعا خلال اجتماعات اللجنة العليا كل مديرية أرادت أن تشارك لها المجال الكامل والباب المفتوح. فنحن تقدمنا بمقترحنا للمشاركة، وكل الفعاليات التي تقدمنا بها طبعا تمت الموافقة عليها. كما قلت معرض الكتاب، بالمناسبة هذه الأيام هناك شهر الكتاب. شهر الكتاب هو عام القطر العربي السوري، يعني افتتح شهر الكتاب في كل عام 25/4 من كل عام، في عفوا 10/4 من كل عام، وهو شهر كتاب يشمل إصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب. فنحن أردنا أن يكون هذا الشهر، هذه الاحتفالية، احتفالية شهر الكتاب في هذا المهرجان. أيضا هناك الأغاني الوطنية التراثية التي أردنا أن نقدمها. أيضا هناك كما قلت مركز سهيل الأحدب، مركز سهيل الأحدب من المراكز الهامة على مستوى القطر العربي السوري في الفن التشكيلي، مجموعة كبيرة من اللوحات التي تسلط الضوء على تاريخ حماة، على ثقافة حماة وحضارة حماة، على القامات الكبيرة التي تفخر بها حماة، حاضرة هذه اللوحات في خيمة عفوا في جناح مديرية الثقافة. رسم البروتري كما قلت هو أردنا أن نقدمه من خلاله
من خلاله تفاعل مع الجمهور، يعني لا نعرض فقط اللوحات إنما تفاعل الفنانون في هذا المهرجان، سيقومون بالتفاعل والتواصل المباشر مع الذين سيحضرون المهرجان ويقومون برسم بعض الوجوه من من سيحضر. هناك أيضا أسبوع السينما السورية، وطبعا أستاذ نجد أنزور سيكون ضيف على مديرية الثقافة، نعتز به طبعا المخرج العالمي الكبير، سيقدم فيلم رجل الثورة يوم الأحد، وهناك 3 عروض. إذن أسبوع السينما السورية، هناك أيضا فرقة مسرحية لمعهد الثقافة الشعبية في حماة ستقدم مسرحية بعنوان الرقص على جثة عاشق، أيضا هناك فرقة إسماعيل العجيلي، فرقة الرقة للفنون الوطنية ستقدم أيضا بالتعاون مع مديرية الثقافة. وأردنا أن يكون أن تكون الأنشطة تفاعلية وتشاركية مع مجموعة كبيرة من الجهات الرسمية والمنظمات الشعبية، فمثلا اتحاد شباب الثورة حاضر معنا، مديرية البيئة حاضرة معنا، اتحاد الطلبة حاضر معنا، مديرية التربية. أردنا أن نفتح الباب للتواصل مع جميع الجهات التي يمكن أن تقدم وتشاركنا الفكر والثقافة. هناك أيضا محاضرات وندوات، هناك ندوة بعنوان سوريات، هناك معرض للصور الضوئية عن تاريخ حماة وتاريخ مهرجان الربيع الذي تعاقبت عليه السنين وسطرت حضوره الكبير. نعم، يعني ندوات ثقافية، مسرح، نعم، سينما، تراث، وشعر أيضا وشعر، كل أنواع الثقافة. نعم، مشاركة بمهرجان الربيع. طبعا أنا خلينا نحكي شوي أيضا، هل كان هناك تشبيك وتنسيق مع جهات أخرى ليطلع هذا النجاح بالمهرجان؟ نحن نحرص إن كان في مهرجان الربيع أو في غير مهرجان الربيع أن يكون لنا امتداد وعمق وتواصل وتشاركي مع جميع الجهات التي يمكن أن تشاركنا في تقديم الناتج الفكري الثقافي لسوريا بشكل عام ولمحافظة حماة خصوصا. طبعا كما قلت هناك نقابة الفنانين نحن نتشارك معها، هناك أيضا مديرية التربية، المنظمات، اتحاد شبيبة الثورة بما لديهم من كوادر جميلة جدا وخامات جميلة جدا. طبعا ونحن نقدم أيضا من خلال مديرية التربية وبالتعاون أيضا مع المسرح المدرسي. إذا نحن نتشارك مع جميع هذه الفعاليات لإيصال ما نريد إيصاله، لأنهم أيضا جميعا شركاء لنا في تقديم هذه الوجبة الثقافية الدسمة. نحن نحرص أيضا على تقديم المواهب الشابة، وفي هذا المهرجان هناك مهرجان ربيع الشعر في حماة، أيضا سنقدم طبعا هذا غير مهرجان حماة السنوي الذي نقدم خلاله أعلام الشعر في سوريا. مهرجان ربيع الشعر في حماة سنقدم خلاله مجموعة من الشعراء أصحاب المواهب الذين يتم اكتشافهم حاليا وترعاهم مديرية ثقافة حماة. نعم أستاذ سامي، أي فعالية دائما الهدف منها هو النجاح، تسعى الجهة اللي عم بتقيمها أنه تكون ناجحة، قديش كانت المسؤولية كبيرة وخاصة بعد انقطاع 7 سنوات؟ يعني أقول لك أختي العزيزة أن القلق حاضر دائما، القلق لأن القلق هو دافع النجاح، نحن نعمل ونستعد دائما، ولكن طبعا المعيار والمقياس هو مدى قبول الناس لما نقدم، فعندما نرى الإقبال وعندما نرى الحضور الكبير للناس والتفاعل مع أنشطة مديرية الثقافة هذا هو مقياس النجاح. نحن من خلال حب الناس لما نقدم ومن خلال عشق الناس للفكر والثقافة والأصالة استطعنا أن نحتفل إن كان في مديريتنا أو إن كان من خلال القامات التي تحضر إلينا، نحتفل بأن الأنشطة الثقافية حتى الآن هي أنشطة تسجل حضور جميل. دائما كما قلت المقياس هو قبول الناس لما نقدم وتفاعل الناس مع ما نقدم. نحن نرى حتى الآن أن هذا القبول جميل، وإن كان كما قلت وأعود في خلال المهرجان الربيع أو في خلال غير مهرجان الربيع نحن نقدم في مديرية الثقافة دائما تفاعل ونشاط مستمر على مدار العام، يعني لا يمر يوم إلا هناك على الأقل نشاط أو نشاطين أو أكثر في مديرية الثقافة. مثلا المسرح وشعب حماة شعب محب للمسرح للسينما للأنشطة البصرية، نرى إقبال لافت وكبير جدا، وطبعا عرفت حماة منذ التاريخ طبعا وقال عنها أحد كبار الشعراء أنها مدينة الألف شاعر، هي مدينة آلاف الشعراء وليست الألف شاعر. نعم. يعني كمان هذا الشيء بيشجعهم أنه جو وطبيعة وأراضي زراعية ونهر العاصي. خلينا نحكي عن أنشطتكم القادمة بعد مهرجان الربيع. في مهرجان الربيع أو خارج مهرجان الربيع؟ لا، مع مهرجان الربيع وبعد مهرجان الربيع. نعم، خلال مهرجان الربيع الأنشطة كما قلت تتنوع وهي ممتدة على مساحة أيام المهرجان. هذا اليوم هو لقاء فني مع نجمين من نجوم طرب، الطرب والتراث والأصالة في حماة. يوم غد هناك افتتاح
لمعرض الفن التشكيلي أيضا في مديرية الثقافة، وهذا غير المعرض الموجود في جناح مديرية الثقافة. هناك افتتاح لمعرض الخط العربي أيضا، ومساء في مدينة سلمية افتتاح مهرجان الشعري السنوي، وأردنا أن يواكب مهرجان الربيع. يوم الأحد هناك انطلاقة كما قلت لمهرجان السينما، لأسبوع السينما السورية. نعم. بحضور المخرج الكبير تنزور ومجموعة كبيرة من الفنانين. أيضا هناك الأنشطة المسرحية، رعاية المواهب والحضور التراثي من خلال أيضا معارض التراث في المناطق، يعني في كل منطقة من مناطق حما لدينا حضور هناك. أكيد. وسنقدم من خلال هذا الحضور التراث، الفلكلور والأغاني الشعبية. نعم، يعني كلمة أخيرة بتحب توجهها لكل يلي عم بيتابعنا هلأ وأكيد كان متواجد بمهرجان الربيع؟ طبعا تفضل. طبعا أنا أوجه أولا التحية الكبيرة لكل من تابع ويتابع مهرجان الربيع، ولكل من نظم وعمل ليكون هذا المهرجان هو يعني جوهرة في حما، جوهرة فكر وأصالة. وأنا أقول وأعيد أنه هذا هو ربيع حما. وطبعا أوجه التحية إلى الجيش العربي السوري الذي الجيش العربي السوري الذي لولاه لم نكن لنحتفل لا بمهرجان ربيع ولا بغير هذا المهرجان. الجيش العربي السوري الذي أعاد الأمان إلى هذا القطر العربي الصامد على مر التاريخ، والتحية الكبرى والولاء الكبير لسيد الوطن وقائد الوطن السيد الرئيس. شكرا. بشار حافظ الأسد. نعم، نحن بنشكرك على وجودك معنا، والله يعطيكم العافية على تنسيق والفعاليات اللي عم ضمن المهرجان. شكرا جزيلا لكم، وأنا أتمنى لو كان الوقت يتسع لأنه لدينا الكثير من الحديث أيضا عن الأنشطة خارج مهرجان الربيع، وأدعوكم لزيارة مديرية الثقافة ومرحبا بكم بها. شكرا كثير لك. زينب، يعتبر ريف حما من المواقع السياحية المميزة حيث الغابات الرائعة والطبيعة الخلابة، وتشرف على مناظر في غاية من السحر ومن الجمال أكيد، وتتمتع بجو معتدل. جولة ببعض المناطق السياحية نترافق فيها بتقرير زميلنا علي شحود. شكرا لك. بدنا نعتذر منكم مشاهدي الإخبارية السورية، في خلل شوية بالصوت أكيد، بنرجع منتابع التقرير التالي، ولكن رح نكون مع حكاية وطن ومن ابتسامتهن عربون النصر. هن الجنديات اللواتي يقدمن واجب تجاه رجالنا بواسل الجيش العربي السوري. نعم سالي، نساء أثبتنا أنهم عنوان الصمود والأمل، تجمعنا ليقدموا موائد المحبة لأبطالنا بالجيش العربي السوري بالمطبخ الميداني البسيط الذي بدأ في الأشهر الأولى في عام 2012. لنحكي أكثر عن المطبخ، معنا اليوم السيدة نهلة الصليبي. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم، شرفنا. أهلا وسهلا فيك يا مدام نهلة. دائما العطاء هو أجمل السمات والصفات النبيلة، كيف إذا كان لأبطال الجيش العربي السوري اللي بفضلهم نحن موجودين؟ خلينا نحكي عن المطبخ الميداني، دائما السيدة هي مملكتها المنزل ومطبخها، خلينا نحكي عن المطبخ الميداني وكيف اجت الفكرة. هلا أول شيء يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. نحن مجموعة نساء تسعة واثنين شباب، تأسس المطبخ بداية 2012، بنهاية 2011-2012 بالظروف الراهنة هاي، حتى نوصل الطعام لجنودنا اللي بلشوا يقطعوا لهم طريق الإمداد، ونحن يعني بنحس إنه نحن لازم نكون معهم بكل خطوة بكل هداك، فاعلين بهالمجتمع. أسسوا أخي الشهيد معين أحمد صليبة اللي استشهد، الله يسلمك، اللي استشهد 27/1/2014، وهو ما يقدم طبعا أحد وجبات الطعام على الجنود. نحن استمرينا بالفترة بعد إنه تضامننا، نحن مجموعة نساء طبعا، نحن كلنا ضمن مجموعة محيط دائري صغير، استمرينا بالمطبخ وصلنا 7 سنين متابعين هالعمل، واستطعنا انه نغطي خلال هالعمل فيني بقول لك كافة ارياء مناطق الاشتباكات الساخنة، سواء محافظة حما واللي بريف ادلب وبحلب وبحمص
والحمد لله. يعني انتوا اختصاصكم تحضير الوجبات او المطبخ الميداني مو بس لمحافظة حماة، هو متوسع بالمحافظات او الجبهات الساخنة. انا انتبهت على يمكن اللي حاطتيه برقبتك مطبخ امهات الشهداء والجنود بسلحف، وحاطه صوره اخوي الشاب اخوي الله يرحمه الله يسلمه رحمه لروحه. خلينا نحكي كيف عم بتم تحضير الوجبات، كيف بتتنص بتم التنظيم وتنسيق هذا الامر؟ اولا نحن يعني تطوعي مجاني تشاركي، يعتمد على التبرعات من اهل الخير. طبعا اللي بحب انه يقولوا انه استمرينا بفضلهم، يعني اهل الكف البيض اللي دائما بيعطونا بالخفاء وبيدعمونا، نحن استمرينا بفضلهم وبسببهم. يعني بنقرر الطبخه قبل بيوم، بنحضر المواد بنجيبها، بيكون مثلا عندنا بدنا نبدا الساعه، احيانا بنبدا الساعه 5 الصبح احيانا يعني 6 حسب المنطقه اللي بدنا لازم نوصل لها. اذا كانت من بعيد كثير نحن بنكون بال5 وبال6 بنجيب المواد نقعد نحضرها نحن المجموعه كلنا. بعرف عندنا يعني بيتابعونا الشباب كلهم، لما بتتحضر الوجبة بتجي ناس تانية بتاخذ الوجبة من عندنا للجبهات اللي نحن مقرر ناخذ لهم. نعم، يعني من خلال هذا العمل الرائع وهالايادي الطاهرة اللي عم بتقوم بتحضير الطعام لابطال الجيش العربي السوري، لفت نظري انه في كثير من الوجبات عم تتقدم بنفس اليوم. خلينا نقول كيف عم بتلحقوا يعني تشتغلوا؟ نحن بتوصل سخنة، نحن وجباتنا بتوصل سخنة تماما كمان فوق انه مانا، لانه فيها محبة وفيها احساس بالمسؤولية وفيها بتوصل سخنة دائما لعند جنودنا. يعني ونحن عندنا طبعا توثيق لكل طبخنا ولكل توزيع الوجبات. يعني بتحسي انه كيف بتلحقوا؟ بنلحق لانه نحن مجموعه متكاتفه، العمل متتابع. مثلا كل بيبدا بمجموعه، مثلا اللي بده يشتغل بالخضره، اللي بده يشتغل باللحمه، اللي بده يشتغل على النار، اللي بده يشتغل ذاك. يعني عمليا الوجبه مهما كانت ضخمه بتاخذ معنا 4 ساعات. يمكن صار عاده من انه 2012 بلشتوا شغل فصار عندكم شيء عادي. لا واعتيادي بما انه في تنظيم وتنسيق. في تنظيم نعم، في تنظيم. نحن المجموعه دائما الو في طبخ، خلال دقائق موجوده بتكون المجموعه كلها جاهزه، يلا على الطبخ فورا على الشغل. يعطيك الف عافيه مدام نهله. مثل ما قلتي بتعتمدوا على تبرعات اهل الخير. طبعا عم تلاقوا صعوبه شيء بتامين المواد؟ ان شاء الله يا رب هيك عم يكون في بركه بالشغل. لا الحمد لله الناس الطيبه كثيره والناس اللي بتحب تساهم كثيره، ويعني لسه لحد هلا نحن في عندنا، فيني بقول لك في عندنا دائما في عندنا نعد اكثر من وجبه لقدام، يعني في عندنا احتياط انه نعد اكثر من وجبه لقدام. نعم. خلينا نحكي عن ايضا كميات الطعام الموجوده، مع انه بتخدموا اكثر من محافظه واكثر من جبهه ساخنه، قد ايه بيقدر عدد الكميات ولا بتطبخوا هيك بمحبه؟ هلا نحن بنطبخ بمحبه، بس نحن بتوقع انه يعني اقل وجبه بتطعمي عندنا 200 شخص. 200 شخص ل 400 من ال 200 لل 400 شخص، يعني بدك تعتبري بالاسبوع كمان عندنا اكثر من وجبه. احيانا بيكون متكاثف العمل، وجبه ورا وجبه ورا كمان في حلو. طبعا نحن سيدات كمان بنشتغل. نعم. حلو كمان رح تنضم معنا يعني الحلو حتى. نعم بس رح تنضم معنا كمان ام الشهيد ام حسام. لا عفوا بس بحب نوه شهيد حي وليس شهيد. شهيد حي. شهيد ام حي. الجريح الشهيد الحي كمان، يعني نحن لولاهم نحن ما لنا موجودين هون. تفضلي خاله ام حسام لتشاركينا كمان صباحنا لليوم. اهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. تفضلي خاله. طبعا نحن يعني زرنا بالمناسبات، مثلا عيد الام، مناسبات ثانيه، زرنا مناطق متقدمه في الجبهات واخذنا له نحن الوجبه بايدنا ووزعنا له. وخاصه كانت عندنا وجبه مميزه يوم عيد الام الماضي، رحنا كلنا مجموعه المطبخ كلنا. وخالته ام حسام معك؟ ايه طبعا خالته ام حسام. يعني هي مثل شو بدي اقول لك انه هي الاكبر سنا وقدرا، والله يخليها تاج فوق راسنا. من اول وجبه هي مشاركه معنا. يسلموا. اهلا وسهلا فيك. اهلا. انتم رمز الصمود. اهلا وسهلا النساء فيكم. السوريات اثبتوا انه انتم رمز الصمود. حضرتك مع المدام نهله بالمطبخ الميداني، قديش احيانا بيكون في حزن بالقلب. أيوة. وجرح، ولكن في فرح اعظم هو انك عم تعطي اولادك. خلينا نحكي شوي. نحن هالشيء بيعطينا قوه، بيعطينا محبه، بيعطينا صداقه، صدق بالعمل، بيعطينا محبه، بيعطينا انسانيه. نحن شو ما عملنا للجيش مقصرين،
يمكن انت خالي جرحك كمان، او خلينا نقول انت ذقتي التجربه انه عندك كمان جريح بالبيت، فانت بتحسي بكل ام عندها جريح او عندها شهيد طبعاً. بتحسي بهذا يعني الضنا لما يتقدم للوطن طبعاً. قديش الوطن غالي حتى عم نقدم هالضنا، فقديه هذا الشيء اعطاكي كمان دفع لتعطي كيف اجت الفكره انك تشاركي بالمطبخ؟ انه هن ما يضحوا بدمه، نحن عندنا دافع قوي له، نتمنى نخدمهم ليل نهار، ونحن شو ما عملنا لهم مقصرين كثير، بيستاهلوا هن والله. احكي لنا شوي خالته، كيف بتفيقي الصبح وبتنضمي للمجموعه؟ قد ايه في الفه؟ خلينا نحكي عنها شوي. نحن بس عرفنا انه في طبخ وعندنا شغل، عندنا دافع، قلت لك في دافع ذاتي، يعني نحن من الساعة 6 الصبح بنجهز حالنا، بنكون جاهزين نحن، وبنطلع بكل محبة بكل صدق بكل إنسانية، بنجتمع ونشرب قهوة أول شيء وبعدين بنبلش بالطبخ وهيك. خلينا نحكي، عم تلاقي صعوبة بتأمين المواد؟ لا الحمد لله، نحن منطقتنا منطقة زراعية يعني من الأرض، كل شيء من الأرض. لا مو من الأرض، مو من أرضنا يعني، من الأراضي الثانية، من أرض المنطقة موجودة عندنا. لا الحمد لله، الصعوبة عندنا فقط بشغلة واحدة، إنه توصيل الطعام. توصيل الطعام، اي نعم. عرفنا الشابين بيشتغلوا بتوصيل الطعام، أخواتي. نحن عندنا بس هاي الموضوع، إنه توصيل الطعام دائما نلاقي فيه صعوبة فيه فقط لا غير. أما نحن الوجبات عندنا إمكاني نشتغل كل يوم يعني، بس نحن عندنا بدنا جهة تتبنى توصيل الطعام لأي منطقة يعني، للمناطق اللي بدي يروح عليها الأكل، لأنه بدك تعرفي إنه مثلاً أنا أحياناً بتكون أماكن ساخنة فيها اشتباكات فيها كذا، بتخافي على الإنسان اللي بيعدتي، بتكون شي جهة رسمي متبنايته بحيث لا سمح الله انجرح صار له شيء تكون هي متبناي الموضوع. صحيح، يعطيكم ألف عافية. أم الشهيد الحية، ليش انضميتي للمطبخ الميداني؟ أنا بحب الجيش كتير، نحن بنحب الجيش، الجيش بنرفع راسنا، هو بيرفع راسنا، هو حامي أرضنا، حامي عرضنا، الوطن، قائد الوطن الله يحمي لنا إياه ويحمي لنا الجيش العربي السوري، وإن شاء الله النصر قادم بإذن الله تعالى، نصر قادم بإذن الله. قلت لك نحن عندنا دافع ذاتي للوطن، بنحب خدمة الوطن، بنحب جيش كتير يعني، بنتمنى يوميا نخدمه. نعم، يمكن ريف حما وسلحب معروفة بعدد الشهداء. ابنه الواحد يعني أكيد بيكون ابنه. أكيد أيه. نعم. ريف حما وسلحب معروفة بعدد الشهداء. أنا عندي اثنين بالجيش اللي قدموه طبعاً بأكثر من جبهة على جبهات الوطن. خلونا نحكي كيف بتم التنسيق مع أمهات الشهداء، هل في تنسيق علاقات؟ إذا في شهيد بالمنطقة عندكم بتروحوا ممكن إنه تساعدوها لتطلع من هي التجربة الصعبة؟ لا هي في جمعية أو مؤسسة أخرى مختصة بهالموضوع. نحن كواجب اجتماعي، لا نحن منروح كواجب اجتماعي للشهداء، نحن دائما منروح منقدم الواجب ومنحاول إنه نفرجيها إنه يعني الناس كثير قدمت وكثير ضحيت وفيها تطلع من هالموضوع يعني بمساعدة الناس. معكم أمهات شهداء بالمجموعة؟ إيه طبعاً، نحن كان اسمه المطبخ مطبخ أمهات الجنود في سلحب. يمكن نحن عم نتابع على شاشة الإخبارية السورية بعض الصور من المطبخ الميداني، تفضلي. نحن كان اسمه أمهات الجنود في مطبخ سلحب، لما استشهد أكثر من شاب لأكثر من شهيد لأم، واستشهد أخي، بدل اسمه من مطبخ أمهات الجنود في سلحب لأمهات الشهداء في مطبخ سلحب، لأنه هن معكم. ونحن كلنا بلا استثناء عندنا أولاد بالجيش عم يحاربوا الله يحييهم يا رب. الله يسلم. أنا عندي اثنين بالجيش، يعني كلنا عندنا أولاد بالجيش كلنا، وعندنا أولاد شهداء وكلهم دائما بمناطق يعني مباينة، إنه الحمد لله الله يحميهم ويخليهم وينصرهم يا رب. نعم. يعني أنتم بتشربوا قهوتكم الصبح وبتحضروا الأكل لجيشنا على الجبهات، وبس يتم توزيعه بتنطروا شغلة هي الفرح بعيونهم، السعادة وكلمة شكراً كتير. قديش بتكونوا مبسوطين؟ وألف صحة، ألف صحة للغوالي للجيش العربي السوري. طبعاً كتير حلو لما بيجينا رسائل من ناس وصلت لهم الوجبة وأكلوها، بيقولونا الله يسلم دياتكم، شعرنا بريحة العيلة، بريحة أمنا فيها، ريحة طبخ أمنا فيها، يعني كتير من هالموضوع هذا بيعطينا دافع إنه نكمل وننبسط معهم او من نحس باحساسهم يعني.
نعم يمكن بدي نوه بس على شغلة إنه الجيش العربي السوري عم توصله الوجبات ومخصصاته الغذائية، لكن أكيد بحب إنه يأكل من إيدينا مثل أمهاتنا مثل كل أم سورية. فأكيد هذا الشيء بحسسه بدفى إنه المرأة السورية معه حتى على الجبهة إنه أنا حاسة فيك. نحن إيمانا منا إنه لازم يكون عنا مساهمة بهالمعركة هاي، وإيمانا منا إنه جيشنا بيستاهل كل تضحية وكل تقدير، وإيمانا منا إنه أكيد النصر إن شاء الله قادم بهمتهم يا رب. نحن حبينا نكون رديف إلهم وورا منهم بشكل دائم ومتواصل، ونستطيع إنه نكون بشكل يومي معهم على الجبهات. نحن ما نكون معنا أي مشكلة، إنه أقل ما يمكن إنه نقدم لهم وجبة سخنة مع الأكل اللي بيوصل لهم. طبعا هي أكيد نحن ما بنشك فيها يعني. نعم أكيد كل حدا فينا وفيكم و كل حدا بيشتغل ليكون هدفه طبعاً. نبيل هو رديف لجيش العربي السوري. خلينا نحكي كيف بيتم توزيع الأكل بالمحافظات والمناطق، إذا ما كان بالريف يعني كيف بيتم توزيع الأكل، كيف بتتساعد، ومين أكثر حدا مثلا بيساعدكم بالنقل بوسائل النقل؟ خلينا نحكي عنها شوي. في عنا إيه بقى فينا هلا نحن على التوزيع، نحن ما منروح يعني، منروح مثلا وقت بيكون في مناسبات مثلا اعياد مناسبه بنروح على اماكن محدده، بنروح مثلا رحنا اكثر من مره وتصور يعني، وفي عندنا فيديوهات منشوره على الاسر. بس اللي بيوزعوا الاكل شباب هم اللي بياخذوا بيوزعوا الاكل، وبيبعثوا لنا توثيق من مناطق توزيع الاكل لنا، نحن بننزلها على صفحتنا. طبعا نحن عندنا صفحه وعندنا موقع امهات الشهداء في مطبخ سلحام، يعني موثق شغلنا بشكل دائم ومستمر. يعني نحن ما بنروح معهم على التوزيع، نحن في شباب هني تاخذ الاكل هي اللي بتوزي. نعم نحن نتشكركم على وجودكم معنا، وإن شاء الله هي الوجبات تحمل كل الحب لقلب كل جندي مشتاق لأهله. شكرا لكم وإن شاء الله بالتوفيق لجميع السيدات وأمهات. تفضلي. طبعا أنا كادر المطبخ كله ما أنه معي، نحن تنتين ممثلين عن المطبخ. أنتوا تسع سيدات؟ نحن تسع سيدات، بحبهم كلهم، نحن عائلة وحدة وأهل وحدي، ورح نضل إيد وحدي ومتكاتفين وحدي، والله يعطيهم العافية ويخلي أولادهم ينصر جيشنا يا رب. أكيد لولا المحبة ما رح يصير أي شيء. نحن بخدمة الوطن وقائد الوطن والجيش العربي السوري، الله يحميه. تسلمي يا رب. إن شاء الله يا رب بتحل هالأزمة عنا وبيصفى الوطن، وإن شاء الله ربيع حما بيكون ربيع سوريا كله. إن شاء الله يا رب. حما طبعا حما الأم. أكيد نشكر وجودكم معنا خالدو، وإن شاء الله بتضلوا سند وأمهات. أهلا وسهلا فيكم وشكرا كثير لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا. رغم الجراح والألم أكيد جينا أكيد. نشارك نحن بمهرجان. تفضلي خليكي قاعدة إذا بتريدي. ثانية نحن رح نروح هلا لزميلنا علي شحود، معرض الزهور وحما مشهورة بكثير من الزهور والورود، لنتعرف عليها أكيد مع علي شحود مراسلنا بحما. زميلنا علي شحود صباح الخير. صباح الخير سالي، صباح الخير زينب. نحن الآن متواجدين بحديقة أم الحسن لننقل لكم طبعا وقائع افتتاح معرض الزهور. معرض الزهور هو الفعالية الأهم بعد الفعالية المهمة الثانية بعد افتتاح سوق التسوق. حنطلع أكثر على معرض الزهور مع مدير معرض الزهور ومدير سياحة حمال الأستاذ مرهف أرحيم ليحكي لنا أكثر عن المعرض. وطبعا صباح الخير أستاذ مرهف. صباح الخير، صباح وطننا يتعافى، صباح الربيع. وأكيد نحكي عن الربيع بنحكي عن الزهور. ربيع حما بدون زهور ما بيصير. نحن بمعرض الزهور، حما هي كلها حديقة كبيرة تحوي من الزهور الشيء الكثير. بحما في أنواع معينة من الزهور، حبينا نظهرها، في عنا الزنبق الحموي، في عنا الخزامة، في عنا النرجس، وأكيد أعداد كتير كبيرة من الزهور لا يتسع المكان لذكرى. جمعناها في هذا المكان في حديقة أم الحسن اللي هي بحد ذاتها هي عبارة عن حديقة جميلة جدا، وهي معرض زهور لحالها. قديش عدد المشاركين بهذا المعرض وشو أنواع الزهور الموجودة؟ يعني احنا عندنا 23 جناح لعدد كبير من مشاتل حما. حما في ما لا يقل عن 300 مشتل زراعي توزع عملهم لكل أنحاء الوطن، الوطن الجميل سوريا، بيوزعوا الشتل تبعيتهم وبيبيعوا لهم. عدد كبير من النباتات مثل ما ذكرت هلا، في عندنا السيقا، في عندنا الزنبق، الخزامة، وعدد كبير جدا من النباتات البلدية موجودة أظهرناها بطريقة فنية جميلة راح تشوفوها هلا. كل جناح هو عبارة عن معرض الحرفي المزارع
أبدع بتزيين هذه الأجنحة، 23 جناح مثل ما قلنا. هناك حتى عدد من الحيوانات المحنطة شاركت فيهم جامعة حماة لزراعة سلمية. بتمنى ينال إعجاب الجميع، معرض جميل، وادعو الجميع لزيارته، هي فرصة ممكن اليوم نقدر نحن نسوي معرض، ومعرض جميل جدا. أدعو الجميع له، أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك أستاذ مرحب. شكرا، أهلا وسهلا فيكم. شكرا، شكرا. زملاء، مثل ما تابعتوا طبعا المعرض سيستمر طيلة فترة المهرجان، وهو فرصة لهواة الزهور أنهم يطلعوا على الزهور اللي بيحبوها ويشتروها من حديقة أم الحسن. معرض الزهور، ومثل ما ذكرنا، هو الفعالية المهمة الثانية بعد سوق التسوق بمهرجان ربيع حما. عودي إليكم زملاء، زميلي سالي وزميلي زينب باستديوهاتنا. نعم، شكرا لك مراسلنا علي شحود. رح نروح لفاصل ونرجع. لما كانت الموسيقى تعتبر وتعبر عن حضارة الشعوب، كان التراث والأغنية الحموية أكيد ما مخرج لكافة مقومات هيدي المحافظة اللي بتتمتع بعراقة الزمان القديم. واليوم لنتعرف أكثر عن هذا التراث معنا المطرب أيهم الأسعد والعازف وسام، لنضيء على هذا التراث وهذا الفن العريق. صباح الخير أيهم. صباح الخير وسام. صباح النور. خلينا نحكي عن الأغنية الحموية التراثية. هلق الأغنية الحموية هو تراث عنا، ونحن بنحب التراث الحموي والتراث وخصوصا الأغنية الشعبية. يعني عنا وخصوصا بهالوقت كثير، خاصة مهرجان الربيع وهلا مشاركات. ايوه، ونحن ان شاء الله مشاركين اليوم كمان، عنا المساء مشاركة بمهرجان الربيع. وبالنسبة للتراث الحموي مثلا في عنا اغاني اذا بتحبوا نسمعكم، مثلا في اكيد رح نسمع امبارح يمكن سالي سمعنا غنية، سمعنا عنين النعورة حطيناها كمان. وفي اغاني كثير، في الدلعونة، في الزلف. هلا بنسمع الدلعونة والزلف. تاريخها بتعرفه هو قديم كثير؟ هو التاريخ التراث الحموي كثير قديم يعني. نعم، يعني دائما من خلال المحافظات بيتم انه لا نحن اصحاب هيدي الاغنية، نحن عملنا الدلعونة، نحن عملنا العتابة، هذا تراثنا وقديم يعني ومعروف يعني. هو خلينا نحكي عن تراث الأغنية في حما. حما أي أول أغنية مثلا اشتهرت فيها إذا بتتذكر، مثلا وقت كنت صغير كنت تسمعها أو يقول لك والدك عليها، شو أكثر أغنية مشهورة؟ هلا كنا نسمع مثلا في الدلعونة، هي كثير أول ما كنا نسمعها الدلعونة. في كمان أبو الزلوف، كمان هي اللالة الحموية، يعني هدول أكثر الأغاني اللي كنا بنعرفهم يعني. نعم، خلينا نسمع شيء عن الدلعونة، شو رأيك؟ الدلعونة نشوف إذا جاهز الأورج مع الشباب. بلش جاهز.
جاهز الأردن. دقيقة. يلا خلينا نسمع شيء. تفضل. تفضل. ناخذ المايك بعد إذنك. وسام جاهز الأرض؟ يلا بس تمام. يلا خلينا نبلش لكان إذا في مطلع للأغنية لابين ما يجهز الأورج معنا. تفضل. معلش نبلش موال. تفضل إيه نسمع موال. يلا تفضل تفضل. حتى ياخذ الطبقة. يلا خلينا نقله ياخذ الأورج الطبقة. لكان خلينا نحكي عن الدلعونة، شو بتختلف الدلعونة الحموية عن الدلعونة المشهورة كلها بالساحل؟ هلا بيختلف انه حسب الايقاع، هلا في منهم بيغنوا مثلا ايقاع سريع او الكلام كمان مثلا، هي الاختلاف يعني مثلا في اللحن درجة او الموسيقى بيختلف. ايوه مثلا بالساحل درجه مثلا ايقاع الولدي مثلا عندنا هون درجه ايقاع ثانيه مثلا غير عندهم يعني. نعم. ويمكن فيها كمان رقصات تراثيه ساليه مترافقه مع كل غنيه يعني ابو زلوف والدلعونه و هدول الأغاني هنن تراث قديم ويعني هدول كتير معروفين عنا. يعني دائما بس عم نتمشى بطرقات حما وعم نشوف الناعورة وعم نسمع عنين الناعورة عم نشوف شغلات هيك يمكن إلها بذاكرتنا وقت كنا صغار كنا نجي على حما حتى كنا نسمع هدول الأغاني الحلوة. خلينا نسمع. خلينا نبلش معك. يلا تفضل. يلا أستاذ وسام. عطينا الطبقة يا وسام. لا بيمقل يلا. يا ويلي يا ويلي يا ويلي اخ اخ يا ويلي جبلها وديرها وحمصها وحماها وكل ربوعها الله حماها ويلي والله وما زال الجيش السوري حامي والله وما زال الجيش السوري حامي حماها شو هم الوطن من غدر الدياب ايه واسمع تعنيني الناعورة وين وعنينا واسمع تعنيني الناعورة وعنينا شاغل بالي لك هي عنينا وعالمية وانا عنيني عالغالي لا 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 وعيني وهالا لا 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 وعيني وهالا أورام العلي وغالا وشوقي راسه بيوجعه ورد الوجع على راسه لا 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 وعيني وهالا لا 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 عيني وهالا وجن العاصي كرمالا
بحبك يا ربي بحبك، والحب جنان والله جنان. يا ويلي مأسى قلبك حجر الصوان حجر الصوان. بحبك يا ولدي بحبك، والحب جنان. يا ويلي خلوا قلبك مثل الصوان مثل الصوان. لولا عيونك ما بغني يا مجنن يا مجنن. اللي حك يا عني ريتو مكان والله ما كان. حبك يا ولدي بحبك، والحب جنان والله جنان. يا ويلي مأسى قلبك حجر الصوان. صوت طبعا يا ايهام ويسلموا يا وسام. شو بتحب تحكي ككلمه اخيره توجهها؟ هل عندك مهرجان الربيع اليوم؟ مشاركين فقره بالمهرجان انا والاستاذ وسام اليوم لمدينه سلحف لهون عندنا بحما. نعم مدينه حما. وبنشكر قناه الاخباريه على الاستضافه الحلوه. وان شاء الله النصر القريب يا رب لسوريا ولجيش سوريا، والله يحمي الجيش والله يحمي قائد سوريا والوطن. شكرا لكم. نعم شكرا كثير لك ايهام، ويسلم هالصوت انت والكادر اللي كان معك. ان شاء الله يا رب تكون هذا المهرجان خير على كل السوريين بنصر الجيش العربي. ان شاء الله ربيع النصر. امين يا رب. زينب حلقتنا المميزه اليوم من محافظه حما وصلت لنهايتها. أكيد رح نبقى معكم كل يوم 9 الصبح وأيضا بكرة من محافظة حما بتوقيت ياسمين دمشق ونواعير حما الساعة 9 الصبح. تحيتنا الأولى والأخيرة لأبطال الجيش العربي السوري يلي هلأ طبعا عم يتقدموا ويحققوا نصر. أكيد ما بننسى أيضا نوجه تحية ل أمهات الشهداء اليوم كانوا معنا على الهواء. بدنا نتشكركم وكل الحب لكم مشاهدينا. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. نعم نحن اليوم سالي من دراسات أفاميا قدمنا صباحنا لليوم. أكيد بدنا نتشكركم على متابعتكم وإن شاء الله تكون فقراتنا من مدينة أبي الفداء نالت إعجابكم. بكرة عنا صباح جديد من حما مع ضيوف وتقارير جديدة. ضلوا بألف خير وأكيد مسك الختام دائما لأبطالنا بالجيش العربي السوري. بفضلكم النصر يكون. شكرا لمتابعتكم. باي باي.